مراحل تقدم شيريهان في العمر. اسم الولادة شيريهان عبد الفتاح الشلقاني. تاريخ الميلاد 6 ديسمبر 1964، 60 سنة. والدها أحمد عبد الفتاح الشلقاني، وهي الأخت غير الشقيقة من الأم لعازف الجيتار عمر خورشيد. كانت شيريهان تهوى الرقص والغناء منذ صغرها، فدرست رقص البالي أثناء مرحلتها الدراسية، وتزوجت النجمة شيريهان في أول حياتها من رجل الأعمال السعودي علال الفاسي، ولكنها انفصلت عنه وتزوجت من رجل الأعمال الأردني علاء خواجه. وتعرضت شيريهان لحادث سير مروع أدى لكسر العمود الفقري لها عام 1990، وقد سافرت إلى الخارج من أجل العلاج، حيث امتنعت عن العمل لفترة زمنية مدتها 2 سنين، ثم عادت بنشاط بعد العلاج سنة 1994.